من يحدد قيمة العملة؟ تخيل أن تدخل دكاناً وتدفع ورقة عادية مقابل ما أخذته، سينتهي بك الأمر في السجن. لكن لو استخدمت عملة ورقية، سيبتسم لك التاجر نفسه ويتمنى عودتك مجدداً. فما الفرق بين الورقتين؟ وما الذي يعطي العملة قيمتها؟ يمكنك أن تكتب على الورقة العادية، ويمكنك حتى أن تستخدمها لتغليف السندويشات. أما العملة الورقية فلا يمكنك أن تستخدمها لشيء، لكن قيمتها على الرغم من ذلك مرتفعة. الفارق الوحيد بين الورقتين أن حكومة بلادك قررت أن تكون قطعة الورق تلك عملة رسمية تستخدم في التعاملات التجارية، ما يعطي تلك الورقة قيمتها هي الكمية المتداولة منها في السوق عبر التاريخ. كانت العملات تستمد قيمتها من كمية الذهب التي تحتفظ به الدولة لتغطي به ما تطبع من نقود، وكانت كمية الذهب المملوكة هي التي تحدد مقدار العملة التي تطبعها الدولة. وكانت أهم العملات المربوطة بالذهب هي الدولار الأمريكي، لكن الحكومة الأمريكية قررت عام 1971 وقف ربط الدولار بالمعدن الثمين، مستغلة سيطرتها الاقتصادية على العالم. منذ تلك اللحظة باتت غالبية العملات العالمية مقيمة بالدولار الأمريكي بدلاً من الذهب، وأصبحت تستمد قيمتها من الكمية المتواجدة منها في السوق نسبة إلى الدولار. لكن من يحدد تلك الكمية؟ في الدول التي يسود فيها حكم المؤسسات، تتمتع المصارف المركزية بالاستقلالية، وهي التي تحدد الكمية المتداولة من العملة حسب حاجة السوق. فإلى ماذا تحتاج السوق؟ إذا زادت كمية العملة المطبوعة وبقيت كمية البضائع في السوق دون تغيير، ستنخفض قيمة العملة بالنسبة إلى تلك البضائع. يعرف هذا المبدأ بالتضخم. أما إذا زادت كمية البضائع ولم تتغير كمية العملة، زادت قيمة العملة. في اقتصاد يعاني التضخم وانهيار سعر العملة، يعمد الناس لتخزين المواد الأساسية خشية ارتفاع سعرها، ما يزيد من حدة التضخم ويدخل البلاد في دوامة موت. أما في بلد تزداد فيه قيمة العملة مع الوقت، سيعمد الناس للادخار ويمتنعون عن الشراء، ما يسبب ركوداً اقتصادياً وانهياراً فيما بعد. كلا السيناريوهين سيئان. ما تسعى المصارف المركزية لفعله والحفاظ على نسبة من التضخم تكون كافية لدفع الناس إلى الشراء، لكنها في نفس الوقت يجب أن تظل منخفضة فلا يشترون ما يزيد عن حاجتهم. هذه العملية شديدة الدقة، وهي مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلد، وهي أمور تفشل الكثير من بلداننا في تحقيقها.